السلام عليكم ورحمة الله. خصصت منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للصحة لهذا العام لمحاربة الاكتئاب، في حين أن الملايين من اليمنيين مهددون بخطر المجاعة والموت من أمراض كان يمكن الوقاية منها، وذلك بحسب منظمة اليونيسف التي ذكرت في تقاريرها الأخيرة أن طفلا يموت كل 10 دقائق في اليمن بسبب الافتقار للخدمات الصحية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أين هو اليمن بالنسبة لأجندة العالم في الجانب الصحي؟ وكيف يمكن إنقاذ ملايين اليمنيين من خطر الموت جوعا ومرضا؟ وما الذي قدمته المنظمات الدولية في هذا الشأن؟ عامان منذ سيطرة الميليشيا على البلاد كانت كفيلة بتدمير كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية وإحالة مئات الآلاف من المدنيين إلى مخيمات نزوح تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية. هذه الحلقة من زوايا الحدث سنخصصها لتسليط الضوء على الوضع الإنساني والصحي في اليمن. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. هل تعافى العالم من الحروب والصراعات وما تخلفه من ضحايا وكوارث إنسانية حتى راح يخصص اليوم العالمي للصحة لهذا العام لمحاربة الاكتئاب؟ الإجابة نسبية في جزء منه، لكن في المقابل فإن شعبا بأكمله مهددون بالموت جوعا ومن أمراض بدائية كان يمكن الوقاية منها إن وجدت الخدمات الطبية بالقدر اليسير. إنها المفارقة اللاإنسانية بين من لا يجد رباطا يضمد به جراحه وكسرة خبز تسد رمقه، وآخر يخصص مناسبة عالمية للبحث عن الكماليات بالنسبة لبلد مثل اليمن بعد أن مزقته الحرب. خلال عامين من سيطرة الميليشيا عادت البلاد إلى ما قبل لا دولة، وأصبح المدنيون أهدافا عسكرية لجماعة لا تمت للعصر بصلة، وكأن وجودها الحالي استثناء لحركة التاريخ وتطور البشرية. مئات الآلاف من المدنيين شردتهم الحرب يعيشون في مخيمات نزوح تفتقر لأبسط مقومات الحياة الإنسانية. النتيجة الطبيعية أن جميعهم مكتئبون، فهل ستأتي منظمة الصحة العالمية لعلاج اكتئابهم أم ستذهب لتوفير ما يمكنهم من مواصلة الحياة؟ لا يهم المعيار، فكلا الأمرين مرتبطان ببعضهما، المهم أن يتم إنقاذ اليمن من الكارثة التي تتعاظم كل يوم. فالواقع أن طفلا يمنيا على الأقل يموت كل 10 دقائق نتيجة أمراض قد عفى عليها الزمن وأصبحت جزءا من الماضي السيء بالنسبة للعالم الآخر، وذلك بحسب منظمة اليونيسف. وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتورة ذكرى النزيلي، مستشارة البرامج الغذائية والأمن الغذائي. مساء الخير دكتورة ذكرى. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك دكتورة ذكرى. اليوم العالمي للصحة احتفل العالم أو خصص العالم هذا اليوم لمعالجة الاكتئاب، بينما ملايين اليمنيين في اليمن يعانون من النزوح مهددون بالموت جوعا ومرضا. برأيك في البداية كيف تنظرون لهذه المفارقة؟ شكرا جزيلا. طبعا اليوم العالمي للاكتئاب هذا كان منذ مدة يعني أعلن عنها أو متعارف عليه عالميا، ليس للعالم كأجمع أستطيع أن أقول وبصفة علمية بحتة علاقة بالمجاعة التي تحصل في أي دولة من دول العالم. هناك يوم للاكتئاب، هناك يوم للأيد، هناك يوم للأمراض السل. طبعا سؤالك جدا يعني أثار في ذهني أنه لماذا لا يكون هناك يوم أيضا لن نقول الاحتفال ولكن للإعلان عن 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 المجاعة في أو عن الدول التي يعني تغرق في المجاعة. كما قلت لك هذا موضوع عالمي ليس لنا أن نغيره، لكن العالم أجمع خلينا نقول أو منظمات الأمم المتحدة، المنظمات العاملة في الميدان، المجتمع المدني سواء العالمي أو المحلي يهتم حاليا عشان نكون منصفين بما هو واقع في الدول الأكثر جوعا مثل اليمن، مثل جنوب السودان، مثل الصومال. نرى هنا وهناك ساعات في الأخبار أو في مواقع التواصل الاجتماعي من يعلن حالة استنفار كبيرة.
هذا للإنصاف. نعم، هل ما يقومون به أو ما تقوم به الصحة العالمية دكتورة ذكرى كافي أمام يعني الاحتياج الكبير للغذاء والدواء في اليمن؟ والله هذا برضه سؤال نوعا ما دبلوماسي منك، لكن ما تقوم به منظمة الصحة العالمية، ما تقوم به منظمة الفاو، ما تقوم به منظمة الغذاء العالمي، اليونيسف، البنك الدولي، معظم المنظمات التي الآن أصبحت حتى تغير من استراتيجياتها وسياساتها من دعم التنمية في اليمن إلى حالة طوارئ. يعني على حسب علمي البنك الدولي الآن يعني صنف دعمه لليمن تحت تصنيف الطوارئ وليس تحت تصنيف دعم التنمية في اليمن. يعني هذا برضو الأمر جيد من 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 البنك الدولي. نعم، هناك اهتمام، ربما الاهتمام في منظورنا وفي منظور كل من يلاحظ ليس بذلك القدر الكبير الذي نتوقعه، وأنا لا أتوقع من هذه المنظمات مثل هذا الدعم الكبير، لأنه أتوقع أن الدولة هي تقوم أولا بواجبها ثم تأتي المنظمات لتدعم ما تقوم به الدولة، هذا بكل اختصار. نعم، ولكن هذه يعني جملة أعتقد تحتها 1000 خط، تستطيع أن تضع تحتها 1000 خط. نعم، هم يحاولوا، هم عاملين يعني وضع استنفاري للعالم كله، سواء كانت أهدافها وهي أكيد أهدافها تنموية ولدعم الطوارئ في اليمن، لكن هناك أيضا من يستغل الوضع هذا لإعلان حالة مجاعة يكون تحتها تصنيفات عديدة سياسية وأشياء أخرى كثيرة. نعم، إنما هذه المنظمات عملت منذ عام 2000 تقريبا، وأنا كنت إحدى موظفين هذه المنظمات، تركتها من فترة سابقة لكن ما زلت أعمل كمستشارة لهم فنية، تعمل منذ العام 2000 ومن قبل 2000 على دعم برامج الأمن الغذائي، ولكن ليس بالقدر المطلوب. نعم، لأنها طيب كانت برامج مفروض أنها برامج حكومة أصلا. نعم، طيب دكتورة، إذا سأنقل. نعم نعم دكتورة، دكتورة ذكرى تكرمي بالبقاء معي، سأنقل ما طرحتيه لوكيل وزارة الصحة في اليمن الدكتور علي الوليدي. مساء الخير دكتور علي. أهلا مساء النور. أهلا ومرحبا بك دكتور علي. كما ذكرت الدكتورة ذكرى النزلي تقول بأن هذه المهمة هي مهمة الدولة بالدرجة الأساسية، وهذه المنظمات ربما هي داعم ورادف لتواجد الدولة ودعم الدولة فقط، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس على تخصيصهم هذه الحلقة خاصة بالوضع الإنساني في اللي تعيشه بلادنا، وشكرا للدكتورة ذكرى النزيلي على ما تفضلت به. حقيقة نحن في وزارة الصحة العامة والسكان نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على الوضع الصحي في البلاد من الانهيار بعد ما أقدمت عليه الميليشيات منذ سبتمبر 2014 حتى هذه اللحظة، وهي تعبت بكل مؤسسات الدولة بما فيها القطاع الصحي، استولت على مؤسسات مرافق صحية، برامج الرعاية الصحية الأولية من ضمنها التحصين، من ضمنها الملاريا، كل هذه حبتت فيها. مثلا في العام الماضي في شهر أكتوبر منع الطائرات المتحدة التي تحمل المطاعيم، منعت هذه الميليشيات من النزول إلى مطار صنعاء وعادتها مرة أخرى إلى جيبوتي، اقتحمت برنامج التحصين، اقتحمت برنامج الملاريا، نهبت السيارات، شردت الكادر الصحي. هذه كلها كانت عبء كبير جدا على برامج الرعاية الصحية الأولية من ضمنها برنامج التغذية. نحن في وزارة الصحة العامة والسكان نحاول بقدر الاستطاعة مع الشركاء الدوليين بدعم كبير، ومشكورين جدا على هذا الدعم الاخوان في مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه، وكذلك الهلال الاحمر الاماراتي، الهلال الاحمر القطري، جميع هؤلاء ساعدونا لكي نحافظ على الوضع الصحي من الانهيار. وزاره الصحه العامه والسكان حاضره في جميع المحافظات، تقدم خدمات بكادر صحي موجود، رغم ان كثير من الكادر الصحي تم تشريده، منهم من اعتقل، منهم من قتل نتيجه للوضع الذي تمارسه هذه الميليشيات، الذي ان اي شخص لم يكن في مزاجها فتعتبره انه يعني ما يسمونه خاين وعميل وغيره وغيره، توصل الى انه كثير من الكادر الصحي ترك مرفقه ويباشر من مكان آخر منطقة أخرى الذي هي أكثر أمان له بسبب الاستفزاز الذي تمارسه هذه الميليشيات على كثير من كوادر
الصحة. نعم دكتور، ربما ما ذكرت ينطبق هذا الكلام على المحافظات والمدن التي تخضع لسيطرة الانقلابيين، لكن أيضا هناك أيضا افتقار للمواد الطبية والصحية في المحافظات المحررة، وهناك احتياج كبير. الجرب أو الفجوة كبيرة جدا. طبعا البرامج المشات الانقلابية استولت على كل الموازنات التشغيلية، منعت الموازنات التشغيلية، وصلت أنها تمنع الأدوية على مأرب، على الجوف، على هذه المناطق، ونرسلها من المخزون من عدن، مع أنه هي محطتها تأتيها من صنعاء، لكن هذه الميليشيات تمارس كل أنواع التعسف. يعني أي شخص يوزع الموت في الشوارع لا تتوقع منه أو لا ترجو منه أن يوزع حياة. بالتالي هذا كله سبب عبء كبير جدا علينا. ومع هذا نحن حاضرين، نبذل الأدوية، نرسل زمام طبية إلى تعز، إلى صنعاء، إلى الحديدة. نحن مسؤولين عن كل منطقة في اليمن. بالأمس القريب أخرجنا أدوية أو أرسلنا أدوية من عدن إلى مستشفى السلام في صعدة، أتت من مركز الملك سلمان، واليوم أنا كنت في مطار عدن الدولي لاستلام شحنة أخرى من الأدوية لمستشفى السلام في صعدة من مركز الملك سلمان. ومع هذا العدد اللي تمارسه الميليشيات، لكن نحن كسلطة شرعية وكحكومة شرعية مسؤولون عن كل أبناء اليمن. قبل 10 يوم دشنا في العاصمة عدن مشروع مكافحة سوء التغذية في 8 محافظات بدعم من مركز الملك سلمان بمبلغ 2 مليون دولار. هذه المحافظات هي محافظة صعدة، محافظة حجة، محافظة الحديدة، محافظة تعز، محافظة البيضاء، بالإضافة إلى لحج والضالع وشبوة وحضرموت. أيضا قبل 5 يوم دشنا مشروع آخر بدعم من مركز الملك سلمان للإقاثة والأعمال الإنسانية، وتنفذها مؤسسة العون للتنمية في 6 محافظات: تعز، الحديدة، عدن، نعم، لحج، طيب، شبوة، حضرموت، الوادي والساحل. نحن، نعم، مسؤولين عن كل أبناء الشعب اليمني، نقدم هذه الخدمات. صحيح. طيب دكتور، والاحتياج، نعم، كبير جدا، ومع هذا نحن حاضرين. نعم دكتور، كما تعلم منظمة اليونيسف قالت بأنه كل يوم تقريبا أو كل 10 دقائق يموت طفل بسبب عدم وجود الغذاء أو الأدوية الصحية المناسبة. هذا الرقم مؤشر خطير جدا، أين تقفون من هذا الحدث الذي ربما يهدد المئات من الأطفال والسكان في البلاد؟ نحن مع الشركاء الدوليين نسعى ونعمل بكل جهد ونبذل طاقة كبيرة جدا. طبعا لا، ليس منا، ولكن هذا هو واجبنا وهذا هو دورنا وهذا هو عملنا، وهذه يعني نحن مسؤولين ونقدم كل هذه الخدمات. لكن الفجوة زي ما قلت لك هي كبيرة جدا، البلد تمر بحرب صعبة جدا، هذه الميليشيات أنهكت الشعب اليمني، أنهكت المواطن اليمني، استولت على كل مقدرات البلد، لم تقدم للمواطن أي شيء، تعمل عبء كبير جدا. نحن طالبنا من هذه المنظمات الدولية، ما صار في الحديدة في منطقة التحية تقريبا اسمها التحية قبل 6 شهور، انه وضحوا لنا هل ان المستلزمات الطبيه والادويه والخدمات والتقضيه ما تصلش لهذه المناطق، ام ان الميليشيا تمنع. يعني في شيء، في سبب في هذا، في ذلك. ومع هذا اوصلنا بالتعاون مع اليونيسف، مع الدبليو اف بي، مع كل هذا. نعم نعم. طيب دكتور، عن أي حد من أبناء الشعب اليوم نحن مسؤولون عنهم جميعاً، من صعدة حتى المعركة. طيب دكتور علي تكرم البقاء معي، أعود لي الدكتورة ذكرى النزيلي مستشارة البرامج الغذائية والأمن الغذائي من القاهرة. دكتورة ذكرى، يعني موت طفل كل 10 دقائق، يعني الكارثة المحتملة من هذا المؤشر الخطير، وأيضا كيف يمكن الحد وإيقاف هذا المرض الذي يهدد اليمنيين والبسطاء من السكان في اليمن؟ والله سؤالك أخي الكريم كبير جدا، يعني كيف يمكن إيقاف كما تفضل الدكتور الوليدي المعوقات كثيرة، يعني لا تقتصر فقط على محدودية التمويل، وإن كنا يعني نحن في وضع معقد جدا وفي وضع معروف للجميع، يعني حرب، وحرب داخلية وحرب خارجية، و عدم استقرار وعدم وجود تنمية ووجود سوء تغذية مزمن من قبل، ليست فقط الآن عندما أعلنتها المنظمات الأمم المتحدة، أعلنتها بسبب ازدياد في حالات سوء التغذية الحاد. سوء التغذية الحاد هذا اللي يؤدي إلى الموت، وهذا ما تم الإعلان عنه. والخوف هو من ارتفاع نسبة الوفيات طبعا بين الأطفال، بين النساء، بين شرائح ربما تبدأ تدخل فيها شرائح الكبار.
كما قلت يعني القضية مش قضية محدودية التمويل فقط، بل مرتبطة بتدهور الوضع الصحي الذي هو أشد ويعني متأزم بالذات من بعد عام 2014. نعم. توقف عمل نحو تقريبا أكثر من نصف المرافق الصحية، كانت من السابق كان هناك نصف المرافق الصحية تعمل لكن والنصف الآخر غير كفء، الآن نصف المرافق الصحية الكفء وغير الكفء لا تعمل، عدم دفع رواتب العاملين الصحيين، استمرار الصراع والمواجهات المسلحة، عرقلة وصول المساعدات الغذائية، يعني هنا أيضا يعني سبب خطير جدا، يعني حتى لو وجدت عندك منظمات تدعم والدخل والتمويل كان جيد، لكن وصول المساعدات الغذائية كما تفضل أيضا الدكتور الوليدي، وصول المساعدات الغذائية في الوقت المناسب للمحتاجين. نعم. هذا طبعا ينظر بكارثة، والكارثة نحن معروف يعني بالنسبة لمعدلات الأمن الغذائي تصنف إلى 5 تصنيفات من 1 إلى 5، 1 وجود الأمن وجود الغذاء، 5 كارثة تسمى كارثة أو مجاعة. اليمن ما بين المستوى 3 والـ4، يعني هناك مناطق نسمي نقص المواد الغذائية بالأزمة، اليمن في هذه المناطق تمر بأزمة غذائية. أزمة نعم. غذائية معناته إحنا قادرين ما زلنا إذا وصلت المساعدات والمعونات تستطيع أن تحد من هذا من الموت المحدق بالأطفال والأمهات. دكتورة ذكرى في بعض المناطق الوضع طارئ. نعم. طارئ إذا لم تتدخل يعني يتحول الوضع إلى وضع كارثي. نعم. دكتورة ذكرى، الملاحظ بأن دائما منظمات الصحة العالمية وأيضا المنظمات المعنية بحقوق الإنسان عندما يحصل كوارث أو حروب في بلدان ما يكون تواجد هذه المنظمات بشكل كبير، على العكس تماما ما هو حاصل في اليمن. صحيح هناك بعض المنظمات حاضرة والصحة العالمية إحدى هذه المنظمات التي تعمل في اليمن وتقدم خدماتها، لكن ليس بالشكل المطلوب. ما السبب وراء ذلك من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أنه يحتاج لك يعني يمكن الدكتور الوليد يرد على هذا السؤال. السبب واضح، السبب أنا ما أريد أدخل في الأمور السياسية، لكن السبب هو حرب وعدم قدرة المنظمات هذه على مع تطمئن على موظفينها. لا يوجد سيكوريتي، لا يوجد أمان بالنسبة للموظفين. عملية أو حالة الفوضى العارمة الموجودة هنا وهناك، يعني نحن أقدر أعتبر أن نحن في بعض المناطق بلا دولة، وفي بعض المناطق ميليشيات مسيطرة، وفي بعض المناطق الأخرى أعتقد أن أترك السؤال للدكتور الوليدي، لا أريد أن أنا مختصة طيب. بالجانب الفني. نعم. طيب دكتورة ذكرى، أعود للدكتور علي الوليد. دكتور علي، إذن تقول الدكتورة ذكرى النزيلي بأن الأسباب عدم تواجد هذه المنظمات بشكل كبير وتقدم خدماتها بشكل أفضل هو عدم وجود نسبة كبيرة من الأمان للعاملين في هذا الحقل. أنتم كجهة رسمية كيف يمكن لكم أن توفروا الظروف المناسبة لهذه المنظمات من أجل أن تعمل بصورة اعتيادية؟ في البداية أولا دكتورة ذكرى تفضلت وقصرت كثير من الأمور الفنية وأشكرها مرة أخرى. حقيقة بالنسبة للمنظمات الدولية، قامت رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء معالي وزير الصحة جميعهم يعني طالبوا المنظمات الدولية أن تكون حاضرة من العاصمة عدن. محافظ العاصمة اللي هو عيدروس الزبيدي يقول نحن جميعا سنكون جنود لهذه المنظمات، تكون في عدن، تكون حاضرة. نحن أيضا التقينا بعدد من المنظمات الدولية وقلنا لهم العاصمة عدن هي أكثر أمنا لكم، وستنطلقوا من العاصمة عدن لجميع المحافظات، لأن نحن في العاصمة مسؤولين عن جميع المناطق في البلاد، فستكون لكم يعني حرية أكثر في كثير من الأمور، لأنه في صنعاء عليهم ضغوط كبيرة جدا من الميليشيات، من ما يسمونهم الوزارة في وزارة قيادة وزارة الصحة في صنعاء يسيطر عليها الميليشيات، من تهديد، من وعيد، من وإلى آخره. نحن نقول له من هنا ومن على منبر قناة بلقيس أنه عدن آمنة ومفتوحة لكم في أي وقت، أهلا وسهلا بكم أن تنقلوا جميع مكاتبكم، ليس أنه بالجزء البسيط، هم حاضرين في العاصمة عدن ولكن ليس بالقدر الكافي. نحن نريد أن تنقل المكاتب الرئيسية للعاصمة عدن وتباشر مهامها من العاصمة عدن. نعم. وتتوفر لهم كل الاحتياجات، أمور الفنية والإدارية والأمنية والخدمية، وهم زاروا.
العاصمة عدن، من ضمنهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، من ضمنهم ممثلين منظمة الصحة العالمية، ممثل البرنامج الغذاء العالمي، ممثل اليونيسف، جميعهم زاروا العاصمة عدن والتقوا بدولة رئيس الوزراء وطلعوا على كثير من المسائل. نعم. وإن شاء الله نعمل في الأيام القادمة أنه يكونوا حاضرين بكل ثقة لهم في العاصمة عدن. نعم. طيب دكتور علي، أعود لي الدكتورة بذكرى النزيلي عودة أخيرة. دكتورة ذكرى، إذن ربما نعم دكتورة ذكرى، نعم دكتورة، يعني ليس مطلوب أن تنتقل المنظمة بالمقر الرئيسي إلى عدن حتى تعمل لها فروع في عدن وفي المناطق الجنوبية؟ ماذا فعلت أو ماذا فعلتم؟ العفو يعني هذا السؤال. نعم، يعني ترين بأن هناك تقصير من الحكومة للمكاتب التي ربما فتحتوها للمنظمات هذه في حتى في عدن؟ دكتورة ذكرى، هذا ما تقصدينه في السؤال؟ أقصد يعني أريد أن أرى فرقا، يعني على الأقل إذا كانت المناطق الشمالية لا يستطع توصيل المادة الغذائية أو الوصول للمحتاجين، نريد أن نعرف، لأن هناك معدلات أيضا كبيرة، وأنا هنا أريدك عن طريق القناة هذه أن تركزوا أيضا أن هناك مجاعة في لحج، مجاعة في شبوة، مجاعة في أبين، ليست فقط في الحديدة، هي في تعز أيضا، تعز تعتبر رقم 2 بالنسبة لسوء التغذية الشديد. نعم. أنا أريد تكامل، العمل المتكامل، يعني لا أريد أن هذا الطرف يلقي باللوم على هذا الطرف وهذا الطرف يلقي باللوم على ذلك الطرف، ماذا فعلوا كل طرف، ماذا فعل؟ نعم. هنا نستطيع أن نحط النقاط على الحروف. نعم فعلا ما ذكرتي دكتورة ربما هي رسائل واضحة. إذن شكرا جزيلا لك الدكتورة ذكرى النزيلي، مستشارة البرامج الغذائية والأمن الغذائي في الصحة العالمية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، وعودة إلى عدن مع الدكتور علي الوليدي. دكتور علي، إذن ربما الدكتورة ذكرى كان يعني كلامها واضح بأن هناك أيضا تقصير كبير منكم في المناطق المحررة، هناك مجاعة في لحج، في تعز، في أبين، في العديد من المناطق، وتقول ماذا فعلتم أيضا؟ هي تفضلت أنه المكاتب موجودة في عدن. نعم مكاتب موجودة لكن ليس لها صلاحية، صلاحيتها محدودة جدا، كل الصلاحية موجودة في المكاتب الرئيسية في صنعاء، وبالتالي هذا أثر كثير على 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 الدور، هم يقوموا بدور لكن ليس كافي وليس المطلوب. نحن مسؤولون عن اليمن، كل اليمن مجاعة حقيقة في الحديدة، في تعز، في أبين، في لحج، كثير من المناطق، ولكن المنظمات الدولية لا تزال جزء من المكاتب الرئيسية في صنعاء تنصص الانقلابيين. مثلا مثال بسيط جدا، عندما قمنا بالحملة الوطنية لاستئصال شلل الأطفال لغيم استشار بشار فبراير، أحد وكلاء الوزارة الذي عينه الانقلابيين منع، تكلم وقال إن هذا المطعوم وإنه وهذه تبع الأمم المتحدة، تبع، يعني لم نرى رد واضح من قبل هذه المنظمات على ما يقومون بهذه الميليشيات. الآن نحن مقبلين على حملة الكزاز، وأيضا هذه الميليشيات عاملة للمنظمات إشكالية كبيرة في صنعاء، فنحن نقول لهم تعالوا لعدن، نحن موجودين، انقلوا المطاعم لعدن، تعالوا عندنا مستودعات في عدن، انقلوا الكولد روم لعدن، واشتغلوا من عدن، ووزعوا كل البلد من عدن. لكن للأسف الشديد إلى الآن لم نجد إجابة واضحة، مع أننا عملنا رسالة ممثل اليونيسف، ممثل الدبليو اتش او بهذا الموضوع، انه انقلوا البرامج لعدن، برامج التحسين، برامج التقضية، برامج، وستنطلقوا من العاصمة عدن. أما أن تظلوا تحت رحمة الانقلابيين وتريدوا أن تقدموا شيء، فأعتقد هذا صعب جدا ولن يفيد بشيء، وهذا يزيد من المأساة الذي يمر بها الشعب اليمني. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وعودة في محورنا الأخير مع الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في محافظة تعز. مساء الخير دكتور عبد الرحيم. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللدكتور علي الوليدي. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم. أنت أيضا تقييمك للوضع الصحي في تعز، والعالم يحتفل باليوم العالمي للصحة وخصص للاكتئاب، بينما في اليمن هناك الملايين اليمنيين يموتون جوعا ويموتون من المرض، ما رأيك أنت؟ أنا في اعتقادي إذا أرادوا أن يحتفلوا احتفالا حقيقيا ويحسون بالاكتئاب على أرض الواقع، عليهم أن يأتوا إلى اليمن لكي يحتفلوا الاحتفال بالإحساس. أما أن يحتفلون في فنادق 5 نجوم ويجبون الأموال، المنظمات تجبي الأموال باسم آلام شعوب مقهورة
شعوب يلوكها وتعليكها الحروب والكوارث تلو الكارثة، فهذا ليس باحتفالا، وإنما أعتقد أنه شيء يدعو إلى الضحك، ولو كان هناك متسعا للضحك في هذا البلد الذي يلفه الاكتئاب منذ ما يقرب من عامين ونصف، إلا من باب القهقهة على هذا الاحتفال الذي نعم. يسمى بيوم الاكتئاب. نعم. طيب دكتور، تعليقك أو تقييمك لحضور الصحة العالمية في اليمن وعملها وأيضا في تعز على وجه التحديد؟ نحن في الحقيقة تلقينا بعض المساعدات من منظمة الصحة العالمية، هناك بعض الأدوات الجراحية والأدوية من المنظمة، لكن لنكن منصفين أن المنظمة لم يكن حضورها ذلك الحضور الذي كان يفترض أن تقوم به، على العكس من ذلك هناك مآخذ كثيرة، ومنها أن منظمة عالمية كمنظمة الصحة العالمية تنسق مع أفراد داخل المنطقة المحاصرة داخل مدينة تعز، ولا تنسق مع الشرعية، بينما هي تفتح مكتب للمنظمة في عدن، ونحن تحدثنا مع ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد السيد نيفيو الذي خلف السيد أو الدكتور أحمد شادول، تحدثنا معه صراحة، وبوجود الأخ وزير الصحة العامة والسكان وكذلك الدكتور علي الوليدي يتذكر ذلك قبل أسابيع قليلة في عدن، قلنا لهم أن تنسيق مكتب المنظمة الذي ينسق لمدينتي تعز وإب، إن تنسيق هذا المكتب مع أفراد ليس لهم علاقة بمكتب الصحة المعين من قبل الشرعية، هذا عيب يلحق بالمنظمة وليس بنا، وبالتالي فإنهم ينفذون برامج أحيانا في الهواء وليس على أرض الواقع. اليوم نسمع بين الفينة والأخرى أن هناك بعض الفرق تجوب المنازل توزع بعض الحبوب من الأدوية وبعض الأشربة، لكن لا ندري حجم هذا المشروع ومن ينفذه وتكلفته. دكتور عبد الرحيم، هذا هو المأخذ على المنظمة. نعم دكتور عبد الرحيم، معذرة للمقاطعة ولكن لضيق الوقت سؤال أخير، أفهم من كلامك بأن هناك يعني ملايين الدولارات تنفق لهذه المنظمات، ولكن أنتم في الميدان والمتضررون لا يصلهم شيء من هذا المال المخصص لدعمهم ولصحتهم؟ لكي يكون الكلام صحيح ويتقبله العقل، منظمة الصحة العالمية أرسلت العديد من الشحنات الأدوية كما قلت، وأذكر بالأمس أفرغنا مادة المشتقات النفطية لكل من المستشفى الجمهوري والسويدي والتعاون والمضفر من منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان، ليكون الأمر واضحا، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أنا أقول أن حجم التدخل لا يساوي إطلاقا لا حجم الكارثة ولا حجم الأموال المخصصة. على سبيل المثال هناك خصص 60 مليون دولار للتدخل في معالجة الكوليرا، لكن هذا التدخل لم يكن بذلك الحجم، وكان هزيلا أيضا داخل مدينة تعز، لم نستطع التوصل إلى التشخيص المبكر لاجتياح مرض الكوليرا في تعز إلا في مراحله الأخيرة. وهناك بعض البرامج قلت بأنها تنفذ من غير علم ودراية مكتب الصحة، من وراء مكتب الصحة، وهذا يتحمله منسق الصحة العالمية في كل من تعز وإب، ينفذ برامج عبر أفراد لا ينسقون مع مكتب الصحة، وبالتالي فإن هذه الأموال لا نعلم أين تذهب ولا كم هو حجمها ولا ما هي البرامج ولا مداها ولا قيمتها ولا أماكنها، وبالتالي هذه مأخذة على منظمة الصحة العالمية، ولكن كما قلت أنه للمنظمة نقاط بيضاء مشتقات نفطية، تلقينا شحنات أدوية، تلقينا أدوات جراحية، لكن هناك بعض البرامج المهمة يجب أن يتم التنسيق عبر مكتب الصحة، مكتب وزارة الصحة والسكان في مدينة تعز. مدير مكتب الصحة في تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا للدكتورة ذكرى النزيلي كانت معنا
عبر الهاتف من القاهرة ومستشارة البرامج الغذائية والأمن الغذائي في الصحة العالمية، وكذلك الشكر لوكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي كان معنا من عدن، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميت، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.